منذ نحو أسبوع والناقلة النفطية أولي ينبيك ترسو متوقفة على بعد بضعة أميال بحرية عن ميناء الضبة الاستراتيجي بمحافظة حضرموت، بعد أن أمرتها قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع بحر العرب بالتوقف عن إكمال مسارها نحو الميناء النفطي الواقع شرقي المحافظة، وذلك تنفيذا لإجراءات أقرتها قيادة السلطة المحلية بحضرموت تقضي بمنع الناقلة الرافعة للعلم اليوناني من تحميل نحو 2 مليوني برميل من خام المسيلة وبيعه لصالح الحكومة الشرعية. هذه ليست تهديدات، وإنما هو فعل حقيقي قامت به السلطة المحلية، وهو منع تصدير النفط مباشرة. خطوة المنع هذه تأتي كوسيلة للضغط على الحكومة بعد اتهامات بتجاهلها لمراسلات ومناشدات متواصلة بعث بها المحافظ البحسني تتعلق بالطلب من الحكومة التنفيذ الجدية لالتزاماتها وتعهداتها المتكررة تجاه الوضع الخدمي والاقتصادي بالمحافظة. ثبت أن خاطبنا كل الجهات في الحكومة، خاطبنا رئيس الوزراء، خاطبنا الوزراء المعنيين في هذا الاتجاه، لم تتزحزح الأمور. هذه القضايا لا يمكن أن نصبر عليها بما لا حدود لها. الإقدام على تجميد تدفق أهم المصادر الإيرادية التي تعتمد عليها الحكومة وجد تفاعلا واسعا بين الأوساط المحلية، حيث شهدت المكلا خروج آلاف المتظاهرين دعما لقرارات السلطة المحلية وتأييدا لقرار منع تصدير النفط. الكهرباء، المياه، الطرقات، أشياء كثيرة، فرص التوظيف، المطار مغلق، أشياء كثيرة يعاني منها أبناء حضرموت، خصوصا التوظيف في الشركات النفطية. مؤتمر حضرموت الجامع والذي ينظر إليه الكثيرون كمرجعية سياسية وقبلية للمحافظة أبدت رئاسته موقفا داعما لهذه الخطوة، وفي وقت تتوالى فيه بيانات التأييد من كافة التنظيمات النقابية والمكونات الاجتماعية، إلا أن صمت أغلبية الأحزاب السياسية بالمحافظة يضع العديد من التساؤلات عن أسباب هذا الصمت والغياب تجاه حدث هو الأول من نوعه منذ بدء استكشاف وإنتاج النفط بالمحافظة قبل نحو ربع قرن. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، المكلا.